لازلنا متواصلين مشاهدينا متابعينا الكرام، والانطلاقات مستمرة من أرضية ميدان التحدي لسباقات الهجن العربية الأصيلة وانطلاقة شوط الختام في هذا الصباح الجميل وهذا الصباح المتميز. هنا انطلاقة شوط الختام الشوط 20 المخصص للمفاريد الإبكار، انطلاقة موفقة بإذن سبحانه وتعالى. نتمنى التوفيق للجميع. مباشرة نسير مع صدارة الشوط مع المركز الأول، من تأتينا غلا خالد بن محمد الشيخ الكواري من يقدم لنا غلا مع بداية الشوط. المركز الثاني أتابع الوصول من الشاهينية بطي بن سعيد بن حمد الزعبي، بينما المركز الثالث الوصول والتقدم من عقار سعيد بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت، بينما المركز الرابع الوصول والتقدم من سيوف عامر بن محمد بن زيد بن نديله المري. خامس التحديات الوصول هنا اللي قادمه في هذا الانطلاق الرائع والجميل. يا سلام الوصول والتقدم من اللي واصله مع خامس المراكز، ارى اللي واصله يا سلام شواش سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت، ولكن عوده الى البدايه، عوده الى الصداره مشاهدينا متابعينا الكرام. البدايه مع عقار، عقار مع المركز الاول، سعيد بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت راح مع البدايه مع صداره الشوط، ولكن دير بالك واصل الشاهينية بطي بن سعيد بن حمد الزعبي مع المركز الثاني. المركز الثالث الوصول والتقدم من شواش سالم بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت، ولكن عقار، عقار مع البداية، عقار مع المركز الأول، ولكن تابع الشاهينية واصل بشعار الزعبي من تتسلل. الله يا سلام الشاهينية، أسعد الله صباحكم يا هلا الريان على هذا الفوز، على هذا الانتصار بانطلاقة الشاهينية بطي بن سعيد بن حمد الزعبي. سلام يا ابو سعيد، سلام مشكور، وسلامات لأهالي الريان، اسعد الله صباحكم على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني من وصلت عقار لسعيد بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت، بينما المركز الثالث، المركز الثالث كانت هناك حلب التركي بن سعيد بن فهد الخديع المري، بينما المركز الثالث، المركز الثالث، المركز الرابع، المركز الرابع كانت هناك مشكورة عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن محمد آل عبد الملك، وينما المركز الخامس، المركز الخامس، إذا مشاهدينا متابعينا الكرام المركز الخامس نحيل إلى لجنة الخط والنهاية. هنا مشاهدينا متابعينا الكرام كما تتابعون هذا الشوط، والصدارة كانت مع الشاهينية البطي بن سعيد بن حمد الزعبي. تهانينا والناموس يا أبو سعيد على هذا الفوز والانتصار. توقيت الزمني 2:15 54 جزء من الثانية. تهانينا والناموس من ذهبت بالسلام إلى أهالي الريان. بينما المركز الثاني من وصلت مع المركز الثاني، المركز الثاني كانت هناك عقار لسعيد بن عبد الله بن سعيد بن محمد البخيت، وتوقيت الزمن 2:15:92 جزء من الثانية. بينما المركز الثالث، المركز الثالث من وصلت حلب، وتوقيتها الزمن 2:16:54 جزء من الثانية. تهانينا والناموس التركي بن سعيد بن فهد الخديعة المري على هذا الفوز والانتصار. إذا مشاهدينا